اهلا بحضراتكم من جديد يا عمرو. يمكن ما شاء الله يعني فرقه كويسه وتعامل معاهم شغل. خلينا نبتدي معاك القصه من البدايه. السنه اللي فاتت توليت المسؤوليه، كانت ظروف صعبه، احكي لي بقى القصه. انا كنت ماسك فريق 16 سنه، حصل توقف والحظر بتاع كورونا والغلق. لما رجع تاني النشاط كابتن سيد صابر رئيس قطاع عرض عليا ان انا اكمل مع فريق 18 سنه لان المدرب الاساسي مشي، فكان فاضل 10 ايام هيثم على الماتشات منهم اجازه العيد. خبر ابيض، انت 4-5 تمارين مثلا؟ لا احنا اتمرنا طبعا بتاع 8 وحدات صبح وبعد الظهر. اللعيبه ساعدتني جدا جدا. دخلنا اول ماتشين جامدين وانا ما اعرفش الفرقه، خلي بالك ولا الفرقه اللي هتلاعبني. لعبنا سبورتنج وسموحه، فوجئت مستوى الاولاد، روح غير طبيعيه. سيبنا اول ماتش فرق فوق ال 40 بونت ما شاء الله. تاني ماتش بلعب سموحه اللي هي المفروض اللي هي فرقه كسبانه الفرقه دي قبل كده، كسبناهم فرق كبير فوق 25 بونت. فابتديت انا ارتاح شويه، فابتديت اهتم بالتفاصيل بتاعه الاولاد اللي انا اشتغل عليها، لان انا ما كانش عندي وقت. انا لعبت الدور النهائي بعديها بثلاث ايام، تقول لي 10 ايام مثلا. ما بقى لعبت ماتشين وبعديها بثلاث ايام لعبت النهائي، الدور النهائي 6 ماتشات. اول ماتش الزمالك من احسن اجيال الفرقه دي، منهم ناس في المنتخب، 3 افراد او 3 لاعبات في المنتخب. لعبناهم. احنا السايز بتاعنا قصير جدا على الفرق، ابتدينا نشتغل على السايز بتاعنا ازاي اللي احنا نقدر نعمل له تطور وازاي نشتغل. فاهم حاجه كنت اللي انا اشتغل على الدفاعي هيثم. صحيح، لان انا اولا السايز مش هقدر استناك تحت الباسكت لان السايز بتاعي قليل، فغصب عني طبعا غصب لازم كنت العب بريس طول الوقت. حتى الزون بتاعي اللي هو دفاع المنطقه لازم يكون متقدم، مش هينفع ان انا استنى اللعيبه تحت، خصوصا في السن ده. بتلاقي في الفرق الثانيه شويطه ناس بتشوط عليك كمان، وفي ناس طوال كتير جدا. احنا استعنا على فكره بجانا الالفي تحت 16 سنه لان هي طويله وعملت لي حلول، يعني جانا عملت لي حلول كتيره خصوصا في ماتش الزمالك. كنا بنلعب البيفوت الاساسي بتاع منتخب مصر اللي هي يارا اسامه، لعيبه كويسه. لا عملت لي حلول كويسه جانا الالفي. غير اللي انا اهم ميزه عندي في الفرقه السرعه. انت لعبت عليها؟ دي اللي انا قدرت. بص هيثم، الفرق بين المدرب والمدرب التفاصيل. صحيح، انت معاك ورق وهو معاه ورق، انت بتشتغل على الورق دوت. فانا الحمد لله اللي انا لقيته اللي انا عندي السرعه، بيدافعوا بروح غير طبيعيه، فده اللي خلاني ادافع واجري. طب 6 ماتشات كان اول مباراه الزمالك، اول ماتش الزمالك، بعد كده كان عندك هليوبلس، هليوبلس، الزهور، الصيد اللي هو المفروض المنافس. انا خلصت تقريبا البطوله في ماتش الصيد لان كسبت خلاص بقى. خلصت. اول كان اصعب ماتش بالنسبه لي كان سموحه، لان الاولاد خلاص خدوا الفرحه بتاعه المكسب، فالماتش كان متقفل لغايه 53 ثانيه، كنت خسران باسكت. الحمد لله طلعت 4 بونت، 3 بونت هايل.